إذن الآن أمام السيد الصدر الشهيد المتحدث أمام السيد عندما يسمع هذا الصوت، كم من المحتملات أن يكون هذا المتحدث إذاعة وشخص خلف الكواليس كما يقال فقط يسمع الصوت؟ يوجد ملايين الناس محتملة تقع في مورد الاحتمال أنها هي التي تتحدث مع السيد، وبالتأكيد إذا كان اللقاء في إذاعة فأكيد بالتأكيد يعني ينصرف الذهن ويكون الراجح والظن الراجح بل الاطمئنان بل اليقين أن من يسأل هو من موظفي الإذاعة، من موظفي التلفاز، من الإعلاميين. يوجد غير هذا الاحتمال؟ من أتى بالتسخير هنا؟ ماذا نعرف من هذا؟ نعرف بأن اللقاء مبطن، اللقاء مهيئ له مسبقا، والتسخير كان قد طرح اسمه بأنه هو من سيجري اللقاء. يوجد عندكم تفسير غير هذا؟ لا يوجد غير هذا التفسير، ولا من أتى بهذا ومن استحضر صورة التسخير وصوت التسخير عند سيد الشهيد رحمة الله عليه في تلك اللحظة؟ إذن نقول من أين أتى هذا الظن إن لم يكن أو لم تكن معلومة قبلية قد وصلت إليه، وإلا في الآلاف بل ملايين الأشخاص ممكن أن يكون أحدهم هو المتصل وهو المتحدث مع السيد الشهيد.